زي ما الجهاز الفني هيبقى مستعد، زي ما الفريق كلاعبين هيبقى مستعد، وزي ما الجمهور ان شاء الله يبقى مستعد لهذه المواجهه الكبيره قدام المنتخب السنغالي. استاد القاهره كمان مستعد، مستعد في ابهى صوره ممكنه. تعالوا نشوف ونرجع نكمل كلامنا. هو مش مساله ارضيه ملعب كمان، ده تجهيزات يعتبر في استاد القاهره كله ككل، كل المداخل حضرتك وانت داخل بتشوفها بتتزين لماتش مصر والسنغال، بالنسبه للدهانات، بالنسبه للكراسي زي ما انت شايف كراسي كلها مغسوله ومتنظفه لغايه ما نزلت لغايه تحت حضرتك التراك، تم فرش التراك زي ما انت شايف حضرتك عشان يدي منظر احسن كمان. وبالنسبه للنجيل احنا عطينا مثلا العناصر بتاعتنا والحاجات المنشطات النمو بتاعه الزراعه عشان خاطر يبقى بالشكل الكويس يعني اللي يظهر بيه في الماتش ان شاء الله تعالى. الملعب الحمد لله، واحنا كان ما فيش اسبوع كان في ماتش على الملعب، والملعب زي ما انت شايف الحمد لله بيستقبل طبعا مباريات، ما فيش مشاكل بالنسبه لنا خالص بالنسبه لارضيه الملعب. والحاجه الثانيه انت لو لاحظت في فتره الشتاء مشاكل لارضيه الملاعب عندنا احنا فتره الشتاء فيها اصفرار، اما احنا بالنسبه لنا احنا بنزرع الشتاء ده هو عشان نتجنب المشكله دي هي. فهو الملعب الوحيد الحمد لله اللي هو زي الفل يعني، انت شايفه الحمد لله اهو وجاهز ان شاء الله لمباراه مصر والسنغال. بالنسبه للتجهيزات، تجهيزات مش يوميه، احنا يعني مش جديده، احنا الحاجات دي هي يوميا بنعمل التجهيزات والصيانه المستمره اللي ده كائن حي للوضع النجيله حاجه طبيعيه. فاحنا الحاجه دي هي من سنه من 2019 ساعه ما الكاميرون ما استضافتش واللي هي كاس الامم ومصر استضافتها، فاحنا من ساعتها قلنا نعمل ايه بقى، نغير ارضيه الملعب بحيث تضاهي وتبقى زي الملاعب الاوروبا وانجلترا والحاجات دي اللي هي الفايبر جلاس. الفايبر جلاس ده هو مش حديث، هو معمول من 1993، بس احنا ادخلناه في الاستاد، هو الاستاد الوحيد يعتبر في مصر اللي معمول بنفس النظام. احنا غيرنا طبعا الصرف والري لان لازم كنا نشيل البنيه التحتيه كلها بتاعه ارضيه الملعب، شلنا عملنا صرف وعملنا ري، وبعد كده هو حطينا اللي هي زرعنا البذره الصيفي، وبعد كده دككنا بمكنه جايه من الخارج اللي هو الفايبر جلاس، وهو عباره عن 2 مليون فتله او الياف صناعيه، وبعد كده زرعنا البذره الشتوي. البذره الشتوي دي اللي احنا بنزرعها كل سنه في شهر 11 او نص 10، اما بالنسبه للصيفي دي احنا زرعناها مره واحده وخلاص، يعني احنا ما بنزرعهاش تاني. فهي الصيانه بتاعتنا بالنسبه للزراعه بنوقف الملعب 25 يوم بالظبط، نزرع البذره الشتوي اللي هي في شهر نص 10، ل 25 يوم نكون خلصنا زراعه الشتوي.